أنا لو كلمتك هتسمعيني؟ طيب لو سمعتيني هتفهميني؟ طبعاً لازم تفهميني وتحسي بيا عشان أنت جواي وعشان أنت الحاجة الوحيدة اللي محسساني إن أنا ليا لازمة في الدنيا دي. أنت عارفة إن أنت كمان صعبانة عليا عشان أنت محبوسة جواي زي ما انا محبوسه في البيت الكبير ده. يعني انا وانتي بقينا لوحدنا، بس انتي عارفه انا محتاجه لك قد ايه ومحتاجه اشوفك قد ايه. من اول ثانيه الدكتور قال لي انك جايه فيها وانا محتاجه لك قوي. انتي بتكلمي مين؟ اكون بكلم مين؟ بكلم بنتك. بنتي؟ مش عارفك انها بنت. قلبي. والمفروض انها سامعاكي يعني. والله بحاول اوهم نفسي ان هي سامعاني بدل ما اكلم نفسي زي المجانين. يا حرام. صعبت عليا قوي. أنا ما بحبش أصعب على حد، بس أنا خلاص بقى بقيتش قادر أستحمل المعاملة اللي أنت بقيت بتعاملني بيها دي أكتر من كده. أنا لولا أنا مش شغالة كنت نسيت الكلام. حابسني في البيت وقافل عليا بالمفتاح زي المساجين، وجايبني في بيت غريب معرفش فيه حد، وفي بلد غريبة برضه معرفش فيها حد. والله وإيه الجديد يعني؟ ما انت متعودة على الحبس. على الأقل البيت ده أشيك بكتير من أوضة الفيران اللي كنت بتتحبسي فيها. بس أوضة الفيران ده كان زمان لما كنت عيلة صغيرة. كنت عيلة صغيرة؟ ده على أساس إن احنا بقالنا 10 سنين متجوزين ولا إيه؟ أكتر من 10 سنين كمان. وأنت اللي حسستني بده. وأنت حسستيني بإيه؟ أنت حسستيني بإيه؟ لما اكتشفت فجأة انك بتكذبي عليا ورحت من ورايا وعملت المصيبة اللي عملتيها مع الراجل الوحيد اللي انا قلتلك ما تحتكيش بيه. انت ليه محسسني ان انا خنتك؟ عشان هي خيانة. خيانة يا مدام. خيانة ثقة. خيانة امانة. انت استغفلتيني يا مدام.